السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم فيديو جديد من قناه وصفات ام هيثم. اقتراحي لليوم هو مسمنه بحجم عائلي معمره بحشوه اللي هي اكثر من رائعه، حشوه اللي كتجي بنينه بزاف، كتجي تماما فحال الذوق ديال البسطيله، اقتصاديه، مكوناتها ان شاء الله متوفره عند الجميع، وكتجي اكثر من رائعه، كتجي مورقه مقرمشه وهشيشه بزاف، والمذاق ديالها كيف قلت لكم غادي يعجبكم ان شاء الله. وهانتوما كيف كتشوفوا معايا ولا اروع، كتجي كيف قلت لكم مورقه وهشيشه. نتمنى فعلا تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها. كيف ديما ما تنساوش اللايك للفيديو وتشاركوه مع احبابكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما نطولش عليكم، نخليكم الان مع الفيديو باش تكتشفوا مكونات ومراحل التحضير. بالنسبه للعجين فمكوناته اللي هي ان شاء الله قليله، حاجتي هنا في ربعه ولا 250 غرام ديال الدقيق الابيض. دائما استخدموا نوعيه ممتازه باش تعطيكم كذلك نتيجه اللي هي زوينه، ما يعادل هنا كاسان ونصف من كيسان العنبه. عندي هنا جوج ديال الملاعق كبار ديال الزيت نباتيه، شويه ديال الملح، عندي هنا تقريبا نصف ملعقه صغيره وكتبقى على حسب الذوق، ونصف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات او ما يعادل غرامين فقط. هذو هما المكونات، وبطبيعه الحال غادي نعجنوا بالماء. غادي نبداو مباشره في العجين. الطريقه ديال العجين راها سريعه ومعروفه، ماشي شي حاجه اللي هي معقده. كنوضع الدقيق ونضيف عليه داك نصف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، ملعقتان ديال الزيت مع الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وكنبقى نعجن بالماء. بالنسبه للماء كيف قلت لكم عندي الماء عادي من الروبيني. هنا انا غادي نوضع كاس او ما يعادل 160 مللتر، وغادي نجمع العجين ديالي غير بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. العجينه ديال المسمن العاديه ما تكونش يعني جاريه وما تكونش قاصحه، تكون رطبه. هذا هو الشكل ديالها، القوام ديالها كيف شفتوا معايا بلا ما نحتاج ندلكها. غادي نوضعها في بلاستيك وندوزو مباشره باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه اللي كتبقى دائما اختياريه وعلى حسب المتوفر، اليوم غادي نستخدم حبه كبيره ديال البصل مفروم مع حبه واحده ديال الفلفل الاحمر ووحده ديال الفلفل الاخضر كذلك مفرومين او مقطعين رقاق. ممكن تزيدوا اي نوع ديال الخضر كيعجبكم او لا توفر عندكم. عندي هنا 150 غرام ديال قطع ديال الدجاج او صدر ديال الدجاج اللي قطعته قطع اللي هو صغيره بهذا الشكل هذا. بالنسبه للصدر ديال الدجاج ممكن تعوضوه باللحم المفروم او التونه اللي توفر عندكم، او لا ديروا هذه الحشوه هذه غير بالخضر المختلفه او المشكله. عندي كذلك 50 غرام ديال الشعريه ديال الرز. هانتوما كيف كتشوفوا هذه الكميه اللي هي قليله فقط، هذه اللي غادي ندير اللي ما بغيتوش تستخدموها. طبعا غادي تزيدوا من كميه ديال الخضر ومن كميه ديال اللحوم باش تجيكم الحشوه اللي هي كثيره شويه. عندي شويه ديال الزيتون اللي هو مقطع، شويه ديال المعدنوس مقطع، وكتوابل عندي شويه ديال الملحه، البزار، عندي سكينجبير، شويه ديال الخرقوم. هانتوما كيف كتشوفوا ما كنكثرش من التوابل، درس واحد اولا فص واحد ديال الثومه اللي هو صغير، معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، وعندي هنا شويه ديال الهريسه اللي كتبقى على حسب الذوق طبعا. وعندي هنا توابل السمك. بالنسبه لهاد توابل السمك ماشي هما التوابل العاديه عاده اللي كان يعني اللي كندير، هاد التوابل هادو راه فيهم الملح الصيني، فيهم بودره الكروفيت، وعندي كذلك فيهم الزعتر، فيهم القزبر اليابس، التوابل يعني اللي هما مختلفين شويه عاده كنديرهم في البسطيله ديال السمك. الا ما توفروش طبعا غادي تعوضوهم غير ب ضامات البنة ديال السمك، اولا تزيدوا علبة ديال التونة صغيرة مع هاد الحشوة هادي، اولا استغناو على هاد الشيء هذا تماما وديروا الحشوة غير بالتوابل العادية اللي موالفين. غادي نزيد على هاد الشيء هذا كامل معلقة كبيرة ديال صلصة الصوجة. صافي هادو هما المكونات، وندوز معكم الان مباشرة لمرحلة التحضير اللي غادي نوضع فيها كيف العادة هنا 4 ديال الملاعق اولا 3 ديال الزيت النباتي اللي ممكن طبعا تخلطوها بزيت الزيتون. غادي نضيف عليهم شويه ديال الملحه. هنا الملحه انتما كيف كتلاحظوا ما كنكثرش لان عندي صلصه الصوجه مالحه، عندي الزيتون، وكذلك غادي نضيف الجم اللي انا نسيت ما ذكرتوش لكم، حتى هو غادي يكون مالح، غادي نضيفوه ان شاء الله في الاخير. ندير هذه الحشوه هذه كتقلى ولا كتشحر هذه الخضر واحد شويه وكتنزل، عاد نضيفوا لها ان شاء الله الدجاج وباقي التوابل. بالنسبه لهذه الشعريه ديال الرز غادي نخوي عليها شويه ديال الماء سخون اولا طايب، تطلق شي شويه نصفيها ونقطعها. لما كتنزل الخضره كيف العاده غادي نضيف هاد القطع ديال الدجاج. انتما كيف كتشوفوا معايا الكميه اللي هي قليله وقطعتها قطع اللي هما صغارين بزاف باش يتوزعوا ليا في الحشوه كامله وما يقطعوش ليا العجين من بعد. كنشحرهم هكا واحد شويه على جنب على نار اللي هي مرتفعه كيف العاده باش ما كيطلقوش ليا السوائل. صافي وكنمزج الكل جيدا وكنضيف عليهم هاد البقيه ديال التوابل، نخلط الكل ونقص عليهم النار لمده ديال دقيقتين حتى 3 ديال الدقائق حتى كينسجموا المكونات مزيان مع بعضياتهم. من بعد كنضيف لهم هذيك الشعريه ديال الرز اللي كيف قلت لكم رقدتها في شويه ديال الماء سخون وصفيتها وقطعتها بالمقص مع شويه ديال صلصه الصوجه، وكنحرك الكل جيدا واحد المده ديال دقيقتين حتى كتنشف لنا الحشوه من السوائل. وكمرحله اخيره غادي نضيف لها الزيتون اللي هو عندي هنا مفروم مع شويه ديال المعدنوس، ونخلط الكل ونخليها كتبرد وندوز مباشره للعجين.
تقريبا من بعد ساعه، يعني من بعد ما بردات الحشوه والعجين هنا كيف كتشوفوا تطلق مزيان هانتوما كيف كتلاحظوا. غادي ناخذ دابا هذه الكميه ديال العجين ان شاء الله، وغادي نحاول نقسمها الكرات. غادي نقسمها هنا ان شاء الله ثلاثات ديال الكرات، من يعني الحجم يكون متساوي بين هذه الكرات كاملين. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا الكميه اللي هي قليله ديال العجين باش ما تجيناش كذلك المسمنه معجنه. صافي غادي نشكلهم كيف شفتوا معايا وندهنهم بشويه ديال الزيت نباتيه من الوجه ديالهم، نغطيهم بالبلاستيك. في هذه الاثناء هذه انا كذوبت زبده مارغرين 80 غرام ديال زبده المارغرين فقط، يعني كميه اللي هي قليله كذلك غادي تكون كافيه بالنسبه لهذه الكميه ديال العجين اللي غادي نخدم معكم اليوم. كنبدا ان شاء الله هنا باول كره وكنستعن بالزيت النباتيه، كنحاول نطلقها مزيان ونورقها. كل ما ورقناها مزيان غادي تعطيكم ان شاء الله نتيجه اللي هي ممتازه. كندهن بالمارغرين، مارغرين اللي مذوبه، وكنوضع نصف كميه ديال الحشوه من بعد ما بردات مع شويه ديال الجبن. هنا انا استخدمت نوعين من الجبن، واي نوع كيعجبكم ديال الاجبان ضيفوه اولا استغناو عليه طبعا، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش. كنطوي الجانبين وكندهن كذلك بشويه ديال الزبده، وكنقفل على الكل يعني الطريقه ديال المسمن العاديه نتوما كيف كتشوفوا معايا. غادي نخليها جانبا وناخذ دابا الكره الثانيه من العجين، كذلك غادي نطلقها اولا نورقها بشكل عادي. دائما ورقوها مزيان مزيان يعني حتى تكون رقيقه باش المسمنه ديالكم كذلك تجيكم مورقه. كندهن مره اخرى بالزبده، الزبده اللي هي مذابه اولا زبده مارغرين. كنوضع نصف الكميه المتبقيه ديال الحشوه مع الكميه ديال الجبن، وغادي ناخذ هنا المسمنه اللي صايبنا في الاول، بحيث انها الطيه الاخيره اللي يعني اللي درنا هي اللي غادي تكون مواليه دابا للحشوه. وغادي نطوي مره اخرى على اربعه كيف العاده، ودائما كندهن هنا بالقليل من الزبده وشويه ديال الزيت. صافي غادي نقفل عليها كذلك بشكل عادي، غادي نوضعها جانبا وندوز باش نطلق الكره الثالثه والاخيره. دائما كنستعن بالزيت نباتيه باش كتطلق معايا الكره بشكل جيد. صافي غادي نورقها كذلك بشكل هو جيد تكون رقيقه. ندهن مره اخرى بشويه ديال الزبده ومع شويه ديال الزيت كذلك، وغادي ناخذ المسمنه ديالي وكنوضعها. دائما الطيه الاخيره كتكون من الاسفل وكنقفل عليها بهذا الشكل هذا، نقفل عليها مزيان. ندهن مره اخرى بشويه ديال الزيت مع شويه ديال الزبده. صافي وها هي المسمنه ديالتنا واجده. غادي نوضعها دابا ان شاء الله في لاطا. بالنسبه للاطا فانا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت نباتي، وممكن تفرشوا ليها ورق الطهي. انا كنفضل نوضعها مباشره في اللاطا باش حتى الطبقه السفلى كتجيني مقرمشه. صافي غادي نقلبها دابا بحيث دائما الطيه كتكون من الاسفل، وغادي نحاول نقرصها سمك اللي غادي يكون متوسط، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه كذلك باش ما تجيناش معجنه. صافي انا غادي نقرصها بهذا الشكل هذا، وبالنسبه لهاد يعني هاد التقيبات اللي ثقبتهم فغادي نحاول نسدهم غير بهذا الشكل. في هذه الاثناء هذه فانا شعلت الفرن، يعني درت الفرن كيسخن سواء فرن غازي اولا كهربائي. انا درت هنا فرن اللي هو غازي، درتو كيسخن مزيان مزيان. غادي دابا ان شاء الله غادي ناخذ هنا الصفار بيضه اللي درت معها قطرات ديال الخل، وغادي نحاول ندهن ليها الوجه ديالها هنا بصفار البيض. من بعد غادي نزينو ان شاء الله بشويه ديال البودر، شويه ديال الحبه السوداء مع شويه ديال الزنجله الابيض، وغادي ندخلها الفران اللي كيف قلت لكم عندي مسخن من قبل. غادي تكون عندي النار متوسطه نهائيا، ما ديروش نار مهيله باش ما تقصحش معكم المسمنه من الاسفل وتجيكم كارمه وناشفه. ودائما ما تدخلوهاش الفران اللي هو بارد، ضروري الفرن خاصو يكون سخون. نخليها ان شاء الله على النار اللي هي متوسطه من الاسفل فقط حتى كطيب، كتحمر كتاخذ واحد اللون ذهبي وكتبان لكم تحمرات من الجوانب. نحمروها من الوجه ديالها ونطلقوا من بعد. الفطيره ديالتنا ولا المسمنه في الفرن من بعد ما كطيب من الاسفل مزيان كيف قلت لكم على النار اللي هي متوسطه، ومن بعد كنحمروها من الوجه ديالها. هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف، كتقدم هكا سخونه ولا دافيه كوجبه غداء مع سلطه، ولا كوجبه عشاء مع شوربه، ولا حتى في العشيه منها كوتي منها عشاء مبكر مع كويس ديالتي، كتجي زوينه بزاف. ضروري كيف العاده انتم سمعوا معايا نقسم معكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها كذلك. بسم الله كتجي هشيشه، كتجي مرقه وسهله في التحضير، والمذاق ديالها كيجي تماما بحال بحال البسطيله، كتجي زوينه بزاف غادي تعجبكم ان شاء الله. نتوما لاحظوا معايا كيف كتجي، نحاول نقرب لكم اكثر. نتوما لاحظوا معايا كيفاش كتجي، سمعوا كيفاش كتجي مرقه من الاسفل ومن الاعلى، وما كتجيش معجنه نهائيا، ما درناش فيها كميه ديال العجين اللي هي كثيره ومورقينها رقيقه بزاف. نتمنى فعلا انكم تجربوها. نتوما لاحظوا معايا ولا اروع، والحشوه كذلك كيف قلت لكم كتجي بنينه بزاف، كتجي تماما الذوق ديالها اولا المذاق ديالها بحال البسطيله
بالصيله ديال الدجاج بنكهه السمك ولا اروع. نتمنى فعلا الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم كيف ديما ما تنساوش تخليوا لايك للفيديو، تبارطاجيوها مع احبابكم صحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. لكنتم من الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى، فكندعوكم للاشتراك في القناه بالضغط على زر الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب الموجود اسفل الفيديو، وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات. بهذا كنكون وصلت نهايه وصفه اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه. بسم الله.